السيدة نويرام حيوت. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، سيد الوزير والطاقم المرافق له، سيدات والسادة النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم. يعتبر قانون تسوية الميزانية بمثابة آلية قانونية للرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان، سواء كان قانون المالية أو قانون المالية التكميلي، وذلك تمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم المحددة دستوريا وقانونيا، أهمها الرقابة على مدى رشادة تسيير المال العام، وفي الوقت نفسه مراقبة مدى تنفيذ للأحكام المالية والميزانية فيها كالجباية وغيرها. تشمل المناقشة مداخل سنة 2011 سواء تعلق الأمر بالجباية البترولية أو الجباية العادية، مع مقارنة ما تم توقعه وما تم تحقيقه وتحديد الميزانية ومبرراتها. سجلت سنة 2011 عجزا ماليا فعليا قدر بحوالي 3.994 مليار دينار تمت تغطيته إجمالا من صندوق ضبط الإيرادات، ويمثل هذا المبلغ العجز الحقيقي للخزينة العمومية خلال سنة 2011 المحدد على أساس سعر مرجعي للنفط عند 37 دولار للبرميل. وقدرت الإيرادات المالية التي تحققت فعلا في سنة 2011 بحوالي 3.474.1 مليار دينار، فيما قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها بحوالي 7.468.4 مليار دينار. وتبرز هذه الأرقام أن عجز الخزينة أكثر من الإيرادات العادية والجبائية التي تم تخصيصها لميزانية الدولة بحوالي 520 مليار دولار. إن السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة خطيرة على مستقبل البلاد، مهددة بالإفلاس. إن تواصلت سياسة الإنفاق على هذا النحو كون أن هناك اختلالات كبيرة في عملية منح الميزانيات الخاصة لبعض القطاعات الوزارية كالأشغال العمومية، الثقافة والصحة، التي يكتنف غموض أوجه إنفاق ميزانيات التي منحت لهذه القطاعات، كونها تحصلت على ميزانيات ضخمة لكن عمليات صرفها يشملها الكثير من الغموض. الجميع يعلم أن في سنة 2011 سجل تزايد وارتفاع في الإنفاق وتراجع للإنتاج المحلي بشكل ألفت النظر والانتباه، مع بدء عدد من الاحتجاجات في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل السلطة تلجأ إلى سياسة وضع اليد في الجيب من أجل إخماد هذه الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى تضخم الميزانية رغم العديد من التحذيرات من أجل وضع حد لهذه السياسة التي استخدمتها الحكومة كسياسة لشراء السلم الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فاتورتي الاستيراد والاستهلاك. المقلق هو تراجع إنتاج الجزائر في النفط والغاز والتي تعتمد عليه البلاد في مداخل بنسبة تفوق 98%، تراجع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع بسبب اضطراب في المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار، فالحكومة تنام على قانون وتصحو على قانون آخر. تم تسجيل وجود مستويات ضعيفة التقرير لاستهلاك قروض التجهيز سنة 2011، وتأخر إنجاز برامج التجهيز، وعدم استكمال المشاريع، واللجوء المتكرر لإعادة تقييم تراخيص البرامج، فقد تم تقييم برامج إعادة تهيئة المفرغة العمومية لوادي الصمار سنة 2006 بمبلغ 4000 مليون دينار إلى 7.8 مليار دينار سنة 2011، برامج معالجة النفايات الأميونت من 1.5 مليار دينار سنة 2006 إلى 3.5 مليار دينار سنة 2011. أما قطاع الفلاحة فإن مبلغ العمليات إعادة تقييم لحساب السنة المالية 2011 قد سجل 7.33 مليار دينار، وأكبر عملية إعادة تقييم لم نجد لها حلا هي الطريق السريع الشرق غرب الذي أعيد تقييمه أكثر من مرة من 6 مليار دينار والدولار وصل إلى 17 مليار دولار ولم ينتهي بعد. تم تسجيل لجوء الحكومة المتكرر إلى فتح حسابات الرصيد المالي الخاص معتبرا عددها المرتفع يجعل من تسييرها أمرا صعبا، علما أن هذه الحسابات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك لغياب المتابعة والتطهير وتقييم تلك الحسابات. وأشارت الأرقام أنه تم سنة 2011
إحصاء 104 حساب خاص للخزينة من بينها 75 حسابات رصد الخاص، 12 حسابا للقروض، 9 حسابات للمساهمة، 4 حسابات للتسبيقات، 3 حسابات للتجارة وحساب واحد لرصد الخاص بالمداخل. تم تسجيل أيضا عدم تجسيد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والتي من أجلها فتحت مناصب مالية، إلا أنه تم تسجيل وإحصاء أكثر من 130,781 منصب مالي شاغر، في حين أن البطالة قد وصلت إلى